من صدرك سقيتيني ومن حبك رويتيني وبرضاك نورتيني. اولا كنبغي نشكر موقع احاطه على تشجيعهم ليا، دائما متبعيني تو كنشكرهم بزاف. بور لو حفل pour l'événement, sincèrement, je suis très 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 heureuse d'être là. باش نشارك فيه باسكو سي ان ايفينمون لي كيعطي لا فالور العلاقه بين المغرب وافريقيا اي بيان سور لا فالور pour le كافتان باسكو لو كافتان بحد ذاته هو شرف لينا، شرف للمغرب اللي يعني كنمثلوه ديجا في خارج الوطن وداخل الوطن. حفل اللي كيشرفني نكون متواجده فيه، يعني علاقتي ديجا بزينب القديري ماشي علاقه جوست كره، هي اختي وعزيزه عليا بزاف. واول قفطه لبستو في سور سين سيتي زينب قديري اللي لبساتني، لا في لا تيلي لا في دي زيفينمون، دونك كنشكرها بزاف. وفوالا شرف لي نكون متواجده اليوم. الجديد ديال خوله هي اغنيه ماما اللي هي من كلمات سعيد المجاهد مون بير، من الحان بيتهوفن وديجا بروديوسد باي بيتهوفن. الكليب درنا له ان كليب كي ايتي رياليزي بار ياسمين بن كيران وحمزه طحيطح. بيان سور توت ليكيب عطات الجهد ديالها الكامل وخدمات من قلبها باش نوصلوا كاملين داك الاحساس والرساله انه الام بلا امنا حنا ما كنسوا والو. دونك الله يخلي لنا امهاتنا، الله يحفظهم لنا، الله يرحم اللي توفاو وخلاونا. فوالا سي تو. أبار ماما يا أن ألبوم أون كور كنخدمو عليه، فيه دي ستيل ديفيرون، سي أن ألبوم ديال جونغ غتشوفو فيه جونغ خولة مجاهد، يعني فيه داكشي كامل اللي كانت أنسبيرا منهم الحياة، من داكشي اللي كنعيش، من بزاف من لي زيكسبيريونس اللي كندوز منهم. إي فوالا، وكاينين أعمال داكشي كنخدمو عليه، إن شاء الله كل حاجة غتجي في وقتها، إن شاء الله وغتعرفوها بيان سور.